بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الأول ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. الوحدة الأولى حاسوبي، الدرس الرابع استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تعرف كيفية تحريك الفأرة، أن تتعرف على تصميم لوحة المفاتيح، أن تعرف طرائق الطرق التحكم بالحاسوب. مصطلحات الدرس: ضغط كليك، اللمس تاتش، ضغط بالزر الأيمن رايت كليك، شاشة اللمس تاتش سكرين. يمكن متابعة الدرس من خلال كتاب الطالب صفحة 16. أول جزء من الدرس اليوم اللي هو إزاي نحرك الفأرة وإزاي نستخدم الفأرة. طبعا أنا عندي الفأرة بتكون بالشكل ده، علشان أستخدمها لازم تكون إيدي مستقيمة زي ما أخدنا في الإرشادات، ما كنش ماسكة الفأرة بقوة قوي، يعني على بس إيدي بس بتحركها كده حركة خفيفة، ما بضغطش عليها بقوة. الفأرة عندي بتنقسم لثلاث حاجات: زر الأيمن، زر الفأر الأيمن، وزر الفأر الأيسر، وعجلة التمرير. عجلة التمرير اللي هي اللي أنا بحرك بيها زي ما أنا بحرك الماوس بتاعي كده. الزر الأيمن بضغط عليه لو أنا محتاج أستخدمه، الزر الأيسر بضغط عليه لو أنا محتاج أستخدمه. طيب أنا عندي ثلاث أنواع من الضغطات: يا إما بضغط ضغطة واحدة بس على الزر الأيسر، يا إما بضغط مرتين ورا بعض بسرعة، يا إما بضغط ضغطة واحدة بس على الزر الأيمن وأفلته. طيب تعالوا كده نشوف برضو يعني كل واحدة فيهم بتعمل إيه. أنا عندي مثلا فولدر هنا على سطح المكتب اللي هو اسمه My Courses، تمام؟ طيب فأنا لو أنا ضغطت عليه مرة واحدة بس بزر الفأر الأيسر، معناها إن أنا حددت الفايل أهو، أو اخترته يعني غير بقية الفايلات كلها، كده بقى محدد او مختار. طيب لو انا ضغطت عليه مرتين المفروض ان هو بيفتح، اول ما اضغط عليه مرتين يبقى الفايل او الفولدر اللي معايا بيفتح. طيب لو انا ضغطت عليه ضغطة واحدة باليمين بيظهر لي قائمة فيها ايه كل ما يخص الفولدر ده، يعني لو عايزة افتحه وعايزة اغير اسمه وانسخه كل الحاجات دي، تمام؟ يبقى ده الفرق بين ان انا بضغط على او ازاي بستخدم ضغطات الماوس، تمام. بعد كده خلصنا الفقرة، يبقى عرفنا ازاي بنحركها، وعرفنا امتى بضغط على كل حاجة، امتى بستخدم كل ضغطة من الضغطات دي. هنا انا بستخدم ضغطة واحدة بس قلنا علشان احدد، لكن هنا مرتين علشان افتح، وهنا علشان تظهر لي القائمة بتاعت الاختيارات. هنا التعرف على تصميم لوحة المفاتيح، يعني عايز نشوف شكل لوحة المفاتيح ازاي. وطبعا احنا عارفين ان لوحة المفاتيح انا بستخدمها لكتابة النصوص والارقام، بستخدمها علشان الكتاب. انا عندي دي لوحة المفاتيح، طبعا بلاقي فيها ارقام، دي مجموعة ارقام، وهنا كمان في مجموعة ارقام تانية اهي، والجزء ده كله خاص بمجموعة الحروف باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. دي أكتر الحاجات اللي احنا مهتمين ان احنا نستخدمها، الأرقام والحروف. الزر الكبير ده بتاع الكيبورد ده بسميه زر المسافة أو زر سبيس، يعني ده بيخليني أخد مسافة بين كل كلمة والتانية. عندي مثلا زر انتر، انتر علشان لو أنا محتاجة بكتب مثلا في وورد او بكتب في اي مستند ومحتاجه اخد سطر جديد. كل الحاجات دي طبعا انتم مش يعني لسه مش هتعرفوها دلوقتي، بس مبدئيا يعني ده شكل لوحه المفاتيح، وهنا الارقام وهنا النصوص، بكتب الحروف بالعربيه وبالانجليزيه، وعندي ارقام وعندي اسهم. الاسهم دي علشان اطلع فوق او انزل تحت او امشي يمين او يسار. هنا طرائق التحكم بالحاسوب. انا عندي لو انا عندي حاسوب في حواسيب بتحكم فيها من خلال اللمس، وفي حواسيب بتحكم فيها من خلال التحدث او الصوت يعني، وفي حواسيب بتحكم فيها من خلال التعرف بالاشاره.
اللمس زي ايه؟ زي التاب او الايباد او السمارت فون، كل الحاجات دي انا بستخدمها من خلال اللمس او بتعامل معاها من خلال اللمس. الموبايل مثلا بقدر اتعامل معاه من خلال الصوت، مثلا ممكن اكلم حد. ونظارة الواقع الافتراضي دي، انا لما بلبس النظارة دي بتخليني احس ان انا في واقع افتراضي او في عالم تاني غير اللي انا موجودة فيه. واحنا كده خلصنا الدرس، نروح بقى على كتابة التدريبات والأنشطة، نحل التطبيقات على الدرس. الدرس الثالث، الدرس الرابع، استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح. هنا عندنا كذا تطبيق لدرس. هنا أول واحد بيقول لي لون زر الفأرة الأيمن باللون الأزرق وزر الفأرة الأيسر باللون الأحمر. يبقى ده الأيمن، هنلون الجزء ده باللون الأزرق في الكتاب، وهنلون ده باللون الأحمر، بس كده ده المطلوب. السؤال اللي بعده، لون الحروف التي تشكل اسمك. هاجي على لوحة المفاتيح، أكتب اسمي هنا بالعربي أو الإنجليزي اللي انتوا عايزينه، وبعد كده بدور على الحروف بتاعة الاسم ده على لوحة المفاتيح وأبتدي ألون كل حرف لوحده. خلاص، ده برضو تطبيق هتحلوه. لون الأحرف الأولى لأسماء الفاكهة الموجودة في الأسفل على لوحة المفاتيح. يعني هنا الحرف اللي ناقص تاء، يبقى هاجي على لوحة المفاتيح أهو حرف التاء ألون. هنا مثلا حرف العين، فهدور على حرف العين أهو وألون، وهكذا. أرز، كرز، كرز يبقى كاف. الرازين، الكاف اهو، تمام. طيب اكمل لوحة المفاتيح. هنا لون وقص المفاتيح المفقودة. مفروض ان انا عندي في صفحة 77 في لوحة مفاتيح، فهقص منها الحاجات اللي مفقودة هنا والزقها. هنا بيقول لي اختر الأجهزة التي تحتوي على لوحة مفاتيح فيما يلي. طبعا أنا عندي الجهاز ده، انا عندي هنا بيقول لي اختر الاجهزه التي تحتوي على لوحه مفاتيح. هنا طبعا عندي الموبايل في لوحه مفاتيح، هنا عندي اللابتوب في لوحه مفاتيح، والتاب او الايباد في لوحه مفاتيح. يبقى كده عملنا صح على الاختيارات بتاعتنا. الصفحة اللي بعدها سؤال، ما هي الأجهزة التي نستطيع التحكم بها بواسطة الصوت أو اللمس أو كلاهما؟ طبعا أنا عندي الموبايل أقدر أتحكم فيه من خلال اللمس، وكمان زي ما قلنا لو أنا محتاجة أتحدث يبقى كمان أقدر أتحكم فيه من خلال الصوت. يبقى هعمل صح عند اللمس والصوت عند الموبايل. طيب بالنسبة للتاب برضو أقدر أتحكم فيه من خلال اللمس والصوت. آه
الساعة الذكية أو السمارت ووتش بقدر أتحكم فيها من خلال اللمس. ووحدة تحكم بالألعاب أقدر أتحكم فيها من خلال اللمس. وعندي الجهاز الصوتي ده بقدر أتحكم فيه من خلال الصوت. كده انتهينا من الدرس، بإذن الله أشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.